السلام عليكم، معاكم شاد العبادي. بهذا الفيديو جايين نحكي عن الموضوع اللي شغلتكم فيه فترة من الفترات، اللي هو موضوع موسيقى الميتل. طبعا اذا كنت شخص اول مرة بتسمع بموضوع الميتل، او شخص مثلا شاف لك او كتب بس على محاكي البحث كلمة ميتل، راح يطلع له فيديوهات متخلفة بشكل مش طبيعي، انه الميتل عبدة شيطان، الميتل هو مشروع صهيوني امريكي مش عارف شو باتنجان. حيطلع لك مجموعة أشياء متخلفة جدا على هذا الموضوع اللي هي موسيقى الميتل. وللأسف يعني في كثير ناس لحد هسا، وإحنا للأسف وصلنا لسنة 2020 ولسه في ناس بتقول لك إنه الميتل يعني عبدة شيطان. طبعا أنا طبعا كشاري كشخص مثلا ميتل هيد، وحبيت يعني اني اعمل اشي للموضوع اللي انا بحبه اللي هو الميتل، فعملت مجموعة فيديوهات بحكي فيها وبشرح فيها وجهة نظري الشخصية عن موضوع الميتل، وبعضها عملت بلا زي قائمة تشغيل بهالموضوع، ممكن تراجعها اذا بدك عشان تعرف شو هو الميتل او قبل ما تشوف هذا الفيديو. طيب بهذا الفيديو انا جاي احكي شوي عن موضوع الميتل، وجايين نحكي عن الفوائد تاعت الميتل. طبعا انه فيش حدا بيحكي بالميتل غير انا حسب علمي يعني، فحبيت اني احكي عن الفوائد اللي انا استفدتها من الموضوع اللي انا بحبه الميتل، واظن انه اشي حلو جدا انك دوا عن الفائدة بالاشي اللي انت بتحبه. فالفوائد اللي حكيها هنا هي بس الاشياء اللي انا شايف انها فوائد، ممكن انت عندك فائدة ثانية او انت شايف انه مثلا ميتل عنده اشي ثاني ممكن يفيدك. عشان هيك اذا كنت ميتل هيد وشايف انه الميتل او شايف انه الاسباب اللي انا حكيتها ممكن نضيف لها كمان، اكتب بالتعليقات تمام عشان ننشر ثقافة الميتل بالذات البلاك، لان بحب البلاك. طيب خلينا بدون حكي كثير ندخل بالفوائد. الفائدة الاولى تعلم اللغة الانجليزية. زي ما سمعتني الميتل ممكن من طريقه تتعلم اللغة الانجليزية لاكثر من سبب. اولا موسيقى الميتل مش بس اغاني عادية، لا الميتل فيها كلام كثير وبيحكوا بسرعة بكونوا بالميتل، لأنه في الأساس الميتل هو أصلاً دمج لأكثر من نوع موسيقى تمام. فمن الأشياء اللي بتميز موسيقى الميتل إنه الكلام بكون فيه سريع، وهذا إشي كويس. هسا أنت لما تتعود إنك تظل تسمع كلام بلغة معينة وبشكل سريع، راح تتعود إنه لما واحد يحكي معاك، نحكي مثلاً مش عربي أو مثلاً تحضر أفلام أو أي إشي، حتصير تتعود إنك تستوعب الكلام وأنت مش حاسس. وهذا على فكرة هاي الشغلة صارت معي لأني بسمع كثير ميتل، فصارت لما أسمع أي حدا، وطبعاً عندي بعض الأصدقاء المشعاب، لما أسمع شو بيحكوا بستوعب شو بيحكوا، وهذا شيء كويس أماماً، وهذا بس بفضل الميتل. ثاني نقطة، غير إنه مثلاً الميتل بيعلمك اللغة الإنجليزية، بل كمان بيعلمك الأكسنت تاعت اللغة الإنجليزية، وبعطيك خلينا نحكي بيساعدك بهالموضوع. كيف يا شادي؟ هسا إحنا كبشر تافهين على هالكوكب، في العادة لما نحب مثلا اشي معين منعيده ومنظل نعيد فيه. نعطي مثال، واحد مثلا بحب مثلا اغنية معينة حيظل يعيدها، هذا اشي طبيعي عند الكل انك تظل تعيد الاغاني. او مثلا بحب مثلا اشي معين مثلا بكتاب الدين تاعه، مثلا واحد مثلا بحب القرآن كثير فبظل يعيده. طبعا ما بشبهش القرآن موسيقى الميتل عشان ما حداش يفهم غلط، بس قاعد بعطي مثال. واحد مثلا بحب الترانيم تاعت المسيحية فبعيدها كثير فتعلق بمخه. هسا موسيقى الميتل في ناس زي انا مثلا شخصيا كنت اواجه صعوبة كبيرة كثير بموضوع الاكسنت تاعت اللغة الانجليزية، وكنت في كثير كلمات ما بعرف انطقها. طبعا حداسة بتعلم لغة انجليزية عشان ما حدا يتفلسف علي، بس اللي بدي احكيه هنا انه الموضوع ساعدني لاني بحب الموسيقى، فكنت اظل اعيد الكلام اعيد الاغاني بالذات اغاني فاقة اورفنت لاند لاني بحبها كثير هالفاقة. فلاحظت على حالي اني بالاول اول ما بلشت اعيد مع الاغنية، اول ما يعني سمعت الاغنية وعدتها، اني مش عارف الفظ الكلام كويس، لا عارف الفظ all is one ولا عارف الفظ حتى الكلام اللي بيحكوه بالاغنية. بس بعدين مع الاعادة اخذ لساني على الموضوع وبلشت اتعود اني الفظ الكلام زي الاغنية. فاللغة حتاخذها من الميتل، وهاي فائدة اظن كلنا معتزينها بهذا الزمن. بدك تشتغل شغل محترم هاي الايام لازم تكون معك لغة، بدك تعيش بمستوى او مثلا بدك يكون لك مكان بهالعالم هاي الايام، للاسف طبعا انه مش لغتنا بل اللغه الاجنبيه، فلازم تكون معك لغه، لازم، هذا هي الحياه. الفائده الثانيه من موسيقى الميتل هي التعرف على الثقافات. هتقول لي كيف اتعرف على الثقافات هي كلها اغاني؟ هقول لك كيف. موسيقى الميتل
في الغالب مش بس شخص واحد هو اللي بغني، لا، ولا بس هم الأمريكان اللي بغنوا مثل، لا، في ناس عرب، في ناس يهود، في ناس من النرويج، هم أكثر ناس بغنوا بلاك ميتل. يعني بدي أحكي إنه كل مغني وكل شخص في الميتل، وهذا إشي أنا بحبه كثير، بدخل الثقافة تاعيته. نعطي مثال، فرقة أورفنت لاند الإسرائيلية، هاي الأغنية لما تكون تغني تستعمل كثير لغتها اللي هي اللغة العربية بأغانيها، بكثير أغاني، مثلا أغنية نوع على نوع أظن هيك اسمها، أغنية سبارين وبعضها بالعربي، بيعملوا هيك وبنشر الثقافة تاعيتهم. طبعا منحكيش هون هسا تدخلوش بالسياسة، أنا بس بعطي مثال. فرقة مثلا زي ميراث التونسية، هاي الفرقة بتنشر اللغة العربية وبتعرف الناس ثقافتنا. كيف يا شادي؟ ببعض أغانيهم بيستعملوا الكلام العربي، زي مثلا في عندهم أغنية بقعد يحكي ما ننساك وما بعرف شو، حط اسم الأغنية بالتعليقات. فاللي بدي احكيه هنا انه انت لما تسمع مثل، انت برضه بتتعرف على ثقافات، مش بس ثقافات، كمان اديان. زي مثلا ناجع، مثلا نحكي عن فرقة اورفنت لاند، الها اغاني ماخذين الفكره تاعيتها من الاديان، حتى برضه الشعار تاع عندهم البوم اسمه All is One، برضه الشعار تاع الاغنيه كان شعار ديني. طبعا مش هسه هم بينتقدوا، لا، هم ما بينتقدوا الاديان، هم بس بنشوا الفكرة تاعهم والثقافة تاعيتهم من خلال الموسيقى. فهذا اشي انا بصراحة شايفه جدا حلو، انك تنشر الثقافة تاعيتك. فبعض من السباب بعض اللي انا شايفها مفيدة بالمثل، انك تعرف على ثقافات الشعوب، على اديانهم، بس عن طريق اغنية 3 دقائق، تخيل. وانك تعرف بعض عادات شعوب، اشياء كويسة كثيرة. ثالث اشي او ثالث فايدة بالنسبة الي، هي موضوع تخفيف التوتر والاكتئاب. طبعا دائما دائما احنا كمثل هيد الناس بتهمونا ان احنا ناس كئيبين، احنا ناس متخلفين، احنا حاقدين على المجتمع. هذا الكلام مش صحيح بالمثل، بالعكس. انا شخصيا بفترة من الفترات كنت تصيبني زي اشياء للاكتئاب وكذا، والغريب انه الاشي الوحيد اللي كان يهديني والاشي الوحيد اللي كان يحني عن جد هي موسيقى المثل. والله جد بحكي، بالذات موسيقى بعض، وباجع وبحكي اوفنت لاني بحبهم كثير هذول. كنت عن جد يعني داخل بمراحل اكتئاب وكذا، وكانت الموسيقى لما اسمعها يا اخي هيك انا ارتاح نفسيا، هيك بتحس انه انت بتهديك، لانه فعليا موسيقى المثل بتطلع اللي داخل الانسان. هسا حيجي لك واحد مثلا بسمعش مثل، مثلا بيقول لك هذول بس بجعوا ولا لا، هم بعطوك الاشي اللي انت بتعتازه. عشان هيك ممكن جدلا، طبعا هذا الكلام الصحيح، اغلب الناس المكتئبين بسمعوا مثل لانهم عارفين انه هذا هو الاشي اللي حيحهم. فانا شخصيا بشوف برضو انه المثل بايح الشخص اللي عنده اكتئاب او عنده مشاكل بالحياة، عن جد بحكي ما بمزحش. واذا انت طبعا شخص كانت تصيبك هاي الاشياء وكنت تحس المثل بايح، اكتب بالتعليقات، خلي الناس تشوف انه احنا اذا كنا كئيبين فالمثل هو اللي طلعنا من هاي الحالة. وفي كمان فائدة عجيبة شوي، هي أظن مربوطة بالفائدة الثانية، اللي هي كمان ربط الأحداث التاريخية أو التعلم من الماضي. برضو إشي غريب، أغاني الميتل برضو فيها إشي حلو كمان. أغلب مغنيين الميتل اللي بيغنوا أغلب أغانيهم إلها معنى، فاهم شو يعني معنى؟ مش أغلبها حب وما حب والهبل هذا زي الأغاني اليوم تعيت اليوم، ولا زي الأغاني الشعبية هاي المقرف المصرية هاي. لا، الميتل بيختلف، الميتل بعطيك قصة، بعطيك إشي مثلا صار في الماضي. مثلا في أغنية شو اسم الأغنية لشادي، هسه مش ببالي الأغنية، بس يعني اللي بدي أحكيه يعني إنه الأغاني برضو لما يجوا يغنوا بعطوك أشياء صارت مثلا في الماضي عشان نتعلم منها، بعطوا مثلا حلول. المثل بناقش برضو قضايا يعني جدا شائكة، مثلا زي مثلا التعصب الديني، زي مثلا اغاني مثلا اورفنت لاند، برضو برجع وبحكي عنهم، هم احسن مثال بهذا الموضوع، انه كل اغانيهم عن السلام والحب. انه مثلا كل الحب اللي احنا بنقاتل فيها، مثلا بنقاتل بعض بلا اي معنى، بنموت بعض يعني بدون اي معنى. فالبدي نحكي هنا كمختصر شديد انه برضو المثل بناقش قضايا عميقة جدا وبعطي حلول، عكس باقي الموسيقى الثانية المتخلفة عقليا اللي بيظل يحكوا لك هاي أغاني أليسة وما أليسة والتخبيص هذا كله المقرف. لا، المثل برضو بيناقش قضايا مجتمعية، مش بس بيناقش، بعطي حلول. طبعا أنا حط اسماء بعض الأغاني هون ولا هون عشان تشوفوها.
بس كمثال واحد بس لهالموضوع، يعني اللي بتناقش قضايا وكذا، أغنية مثلا Children أظن هيك اسمها، Orphan Land، اللي ناقشت الوضع السوري أو بلاد الشام لما صار اللي صار فيها، الله يا رب يحفظهم يا رب أهل الشام. عمل المغني الأساسي فيها كوبي فرحي أغنية للأطفال، تخيل معي، اللي بموتوا، وإنه إحنا إنه للطفل ملهوش علاقة ولازم نحسن النظام التعليمي، بلا بلا بلا، هذا الكلام كله يعني. بحط طبعا رابط بعض الأغنية بالتعليقات اللي عن جد بتستاهل إنك تنشرها، عن جد حلوة. وآخر فائدة معي، وهي يمكن تكون أغرب فائدة ممكن تسمع عنها من شخص بحب المثل وممكن تصدم الجميع، وهي إنها بتقوي إيمانك. سامع شو بحكي؟ الناس الاشي اللي بيحكوا عنه كل الناس عبد الشيطان، ممكن يقوي ايمانك. كيف يا شيري؟ هسا المثل كمثل زي ما حكيت بالاول، هو مش شخص واحد اللي بيغني ولا فكرة واحد، لا، في هسا بالمثل في بعض الفرق اللي بلشت تنشر الديانة تعيتها. خلينا نعطي بعض الامثلة. في اشي اسمه المثل المسيحي، بعرف شو بيسموه بالانجليزي وله اسم. هذول الفرق بنشروا مثلا حب الله وكيف مثلا الدين حلو وكيف مثلا هاي الاشياء باستعمال المثل، تخيل معي. وحاليا انا بشوف حاليا انه في بعض التوجه لبعض الاسلامي لبعض الناس، انهم بيحاولوا بعض ينشروا الثقافه او الدين تاعهم باسلوب المثل، وهذا اشي جميل جدا. زي ما حكيت بعض ومناجع عم نحكي اوفنت لاند عملت هاي الحركه، انها صارت مثلا تنشر الافكار الدينيه تاعيتها عشان توحد الناس، انه مثلا احنا كلنا بنؤمن بنفس الدين، احنا كلنا بنؤمن بنفس الافكار الدينيه، احنا كلنا بنؤمن بنفس الاله، طبعا قصده على الاسلام والمسيحيه واليهوديه، بحيك احنا بنموت بعض. ولهم بعض اغنية اسمها بذا بيحكوا عنها الموضوع، ما علينا هذا ربطها مشية. فالبدي احكي بعض انه ممكن حتى المثل اللي بيحكوا عنه عبدة الشيطان، ممكن بعض الافراد يستعملوه عشان ينشروا الافكار الدينية تعيتهم. فهسا للي ما بعرف، وطبعا في فيلم او وثائقي لقناة دي دبليو الالمانية حكوا عن هذا الموضوع، وحطوا بتاعه بعض بالوصف، انه بوقت من الاوقات كانت الكنيسة المسيحية بتحارب موسيقى المثل. في النهاية شو عملت الكنيسة لما ما قدرت تواجه المثل؟ خلت كثير فرق مسيحية تغني مثل وتنشر الفكر المسيحي عشان تحافظ على أتباعها، تخيل معي لوين. فموضوع انه المثل بقلل الإيمان أو بزيد الإيمان أصلا من هو شو دخل، بس اللي بدي أحكيه ممكن برضه ممكن تزيد إيمانك كثير موسيقى المثل. وبس هاي هي الفوائد اللي انا جت ببالي. وعلى فكرة انا مش كاتب ولا اشي، انا حكيت الكلام كله من ناسي على طول. ومات انا بحبش اكتب الكلام، ومات انا حسيت بالكلام حاكة احكيه على طول عشان يطلع من قلبي على طول. وامانة الموسيقى المثل هي اشي عظيم كثير وحلو انك تحبه، وحلو برضو ان ندافع عنه كله، وبلاش نسمع من الناس اللي بغلي يحكوا لك عبدة الشيطان وما عبدة الشيطان. نعم في بعض الناس المتخلفة اللي بتعمل اشياء غريبة، ولكن ما بصيرش انك تعمم على الكل. هسا اذا بدك تحكي انه الكل عاطل، اذا كل المسلمين دواعش، اذا كل المسيحيين دواعش عاطلين، يعني زي الحروب الصليبيه والاشياء هاي. اذا بدك تحكي مثلا انه ملحد، كل الملحدين عاطلين، اذا شفت واحد مثلا ملحد عاطل حكيت كل الملحدين عاطلين، التعميم هذا فكونا منه عن جد. احنا مش معتزين تعميم، احنا معتزين ناس عن جد بتفهم. ما بصير انك تطلع انت هسا لما تقول المثل عاطل بس عشان واحد قال لك، انت زي اللي بيصدق انه الاسلام والله غلط لانه شاف واحد عاطل، شاف افعال بعض المسلمين. لا، انت دور لحالك، هذا اللي احنا بدنا اياه وبس. وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي وباجع وبحكي. اذا عندك اي فوائد انا ما ذكرتهاش وباجع وبحكي، انا حكيت الكلام كله من ناسي على طول، اكتب بالتعليقات ممكن نستفيد، او ممكن حتى اعمل فيديو ثاني بالمستقبل، ليش لا. ويلا سلام، بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام يا اخوان الميتل هيد، وهي معناها ام عشان ما حداش يقول عبدة الشيطان، لا ام معناها هي حرف الام. يلا سلام.